تفتكر ليفربول ممكن يحافظ على الصدارة الدوري ده ولا زي السنة اللي فاتت؟ لا أكيد هيحافظ على الصدارة بتاعة الدوري ده إن شاء الله. الموسم ده غير الموسم اللي فات خالص، فالدوري السنة دي لليفربول إن شاء الله هيحافظ على الصدارة، بس هو الرئيسي بتاع شهر 12 لأنه يلعب في كأس العالم للأندية. لو قدر يحافظ على الصدارة لغاية نهاية السنة دي إن شاء الله أعتقد هينطلق. الماتش كان كويس وبيلعبوا أفضل عن الأول يعني ما شاء الله، يعني محمد صلاح جاب ما شاء الله أهداف كويسة ولعب كويس، الفريق كله لعب كويس ما شاء الله امبارح. فريق كله ما بيلعبش على لعيب واحد، كله بقى تيم واحد، ويعني كلوب عايز الدوري ده، الدوري ده السنة دي لليفربول. وأداء محمد صلاح طبعا جميل جدا، وأداء الناس وماني بيلعب معاه كويس، وفيرمينو بيلعب كويس برضه، وفي كذا واحد برضه يعني باين عليهم. وبعدين السيتي الموسم ده واقع شوية، ده واقع عند لعيبة أكبر خصوصا إنه بقالهم أكتر من 30 سنة ما خدوش الدوري، ومان سيتي لسه في منتوشة جامدة كتيرة داخلها، يعني لسه تشيلسي لسه ليستر في منتوشة جامدة، لسه مان سيتي ما لعبهاش، ليفربول خلص كل دوري. فلو حافظ لغاية نهاية السنة دي إن شاء الله أعتقد إن شاء الله السنة دي هياخد الدوري إن شاء الله. السنة دي ماشي بخطة ثابتة عن السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كان مهتز في بعض المتوشة، كان العناصر الأساسية كانت ممكن إيه في المتصاب واللي مريح والبتاع والحاجات من دي، وكانش برضه محمد صلاح ما كانش في الفورمة. إنما دلوقتي خبرك فرق بتسعة بونت دلوقتي عن مانشستر سيتي، وماشي يعني بمستوى ممتاز. دلوقتي عليهم ضغط وعليهم تحمل من أول الموسم، فبعد كده ممكن يعني زي العادي هو لما بيلاقي الموسم ماشي كويس بيبدأ يوقع نقط يعني، وما اعتقدش السيتي هيفضل كده على طول برضه. هو السنه اللي فاتت والسيتي هتاخد الدوري، ولسه الناس كلها مقتنعه ان السيتي هتاخد الدوري. هو ممكن بس اللي هو ايه زي السنه اللي فاتت برضه قعدت ليفربول مسيطره لحد اخر 3 جولات، وبعد كده السيتي برضه انت عارفه كانت متاجل لها ماتشين وكسبت فرق 3 بونت.